يسهل عليه. عندنا السردية، عندنا البرقي، عندنا الماعز، عندنا الخروف، هذه هي السلعه المتوفره حاليا عندنا. الغلا كاين في كل شيء ماشي غير في الحولي، كل شيء تزاد الحولي حتى هو راه بطبيعه الحال غيتزاد. اول حاجه هي الجفاف اللي كيؤدي للغلا ديال الاعلاف، اللي بالدور ديالو كيرجع هذا الغلا ديال الاعلاف والجفاف كيرجع في الاخر كيغلى الخروف على المواطن، حيت التكلفه ديالو كتطلع غاليه. الغلا كاين في كل شيء ماشي غير في الحولي، الغلا كاين، الانسان راه غيتشكى. واش غنقول لك، الغلا مني كاين، راه حنا كيف ما كنمشي انا الصباح كندير المازوط، راه بنادم غيجي ياخذ الحولي، ما كنتانعوش على شي حاجه غاليه كنمشيو ناخذوها. غير صعيب شويه بنادم غيتحك، الطبقه الفقيره غتحك بزاف، خصوصا الناس اصحاب السميك، اصحاب الدخل المحدود، راه غيتحك وغيحس بهذيك الغلا ديال العيد، غيحس به، غياكل من الشهر الجاي، الشهر الجاي غياكل منه باش يعيد. هذا الغلا خارج عن الاراده ديالنا، الغلا ماشي حنا اللي درناه، داروا السوق، دارتو واش غنقول لك، دارتو عده عوامل، منها الحكومه، منها المازوط، منها بزاف د الحوايج. كنقول لهم صبروا معنا هذا العام، حتى العام الجاي نعوضكم ان شاء الله. كاينين 800 درهم، ولكن واش يعيدوا للمواطن؟ واش المواطن يقنع به 800 درهم راه فيه 20 كيلو حي، يعني غيدير لك 10 كيلو لحم، واش غيقنع به المواطن ولا ما يقنعش به؟ 800 درهم كاين، ولكن واش هو كوزير غيقدر يذبح حولي ديال 800 درهم؟ ولا يقدر يذبح ديال 1000 درهم، حتى 1500 درهم اش هو يقدر يذبحو كوزير؟ ما يقدرش يذبحو. المواطن حتى هو عنده وليدات ما يقدرش يذبحو. اغلى حولي اخويا اللي بعت انايا بعتو ب 101.5 حوالي 175 الف ريال الواحد، كيوزنوا 134 كيلو تقريبا. ارخص حولي اخويا كيف ماشي دابا تراك حضرتي ليه، بعتو ب 900 درهم. السردي اخويا الثمن ديالو كيتراوح ما بين 60 حتى 65 درهم، على حساب الجوده وعلى حساب الوزن وعلى حساب الحجم وعلى حساب حتى العمر ديالو. البرقي من 57 درهم 58 درهم. الحمد لله الحمد لله، الاقبال كاين غادي مزيان مزيان، الكليان بداو كيجيو، المليح بدا كيقل، ما بقاش السلعه المليحه جاولة الناس بكري، دابا بقات السلعه كتعزل بشويه بشويه. الحمد لله غادي نبيعوا الشراب واحد الوتيره مزيانه الحمد لله. الكليان اللي كيجيو عندي كل عام ولا اللي غيجيو جداد، كنقول لهم صبروا معنا هذا العام، حتى العام الجاي نعوضكم ان شاء الله.